متتبعي قناة سكولا طب غادي نخدموا هاد جوج تمارين اللي بقاو لينا ديال الصفحة 83، والدرس ديالنا دائما اللي هو ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون. اللي ما شافش لو كور راه غيطلع لك الرابط الفوق وتفرج في الدرس، وانا كنصحك بان الدرس مهم بزاف بزاف بزاف. اذا الاكزرسيس 15 فواسي الاشهار ديالنا ونرجعو. اذا نكملوا دابا ملي شفنا الاشعار ديال القناه، قال لك فواسي دو فورمول كي بيرميتون دو كالكولي لو بوا دو فورم. اذا عندنا واحد جوج ديال لي فورمول دون بيرسون ادولت ا بارتير دو سا تاي اكسبريمي اون سنتيمتر. اذا عندنا فورمول بور ان هوم وفورمول بور اون فام. اذا لا فورمول عندنا العمليات واحد العلاقه باش نحسبوا الوزن ديال الناس اللي هما كبار في لاج، كنديروا هاد العلاقه هذه. اذا لا طاي ناقص 100 ناقص اونتر بارونتيز لا طاي ناقص 50، 150 مقسوم على 4. اذا هنا كالكولي لو بوا دو فورم دو بيرسون سويفونت. اذا عطينا ا هشام لا طاي ديالو 175، وعطينا لا طاي ديال ناديه مترو و 60. اذا حنايا غادي نمشيو نحسبوا ديال هشام ونطبقوا القاعده الاولى. اذا غنبداو بلا فورمول، وعندنا لاطاي هو 175. اذا غادي نحولوا هاد لاطاي غادي نعوضوه بالقيمه ديالو. اذا تي هي 175 ناقص 100 ناقص بين قوسين 175 ناقص 150 قسمة على 4. مزيان، دابا ملي نعوضنا لا طاي بالقيمة ديالها، إذا غادي نحسبو الأسبقية بين الأقواس. إذا كنساوي نحسبو هادي مباشرة، نحسبو هادي عندنا هنايا تبقى لينا هي 75 ناقص بين قوسين غتبقى لينا 25 قسمة على 4. إذا نسبقو القسمة هي الأولى 25 على 4 غادي تعطينا 24 28، إذن تعطينا 6.25. غنديرو 75 ناقص 6.25، إذن لاطاي شحال كتعطيني؟ تعطيني هي 69، إذن كتعطيني 68.75. هذا هو لاطاي ديال لو بوا ديال هشام. هذا هو لو بوا ديال هشام. دابا غادي نمشي نحسب البوا ديال نادية. اذا لا فورمول عندنا اف كتساوي لنا تي ناقص 100 ناقص اونتر بارونتيز تي ناقص 150 قسم على 2، بحيث ان نادية عندها متر و 60 سنتيمتر اللي كتكافئ 160 سنتيمتر. اذا داك 1 متر غادي نحولو لسنتيمتر هو 100، 100 غادي نزيدو على 60 تعطينا 160. اذا غادي نمشي ونعوضوا القيمة ديالنا في المعادلة. إذا تتساوي هي 160 ناقص 100 ناقص بين قوسين 160 ناقص 150 سدوا الأقواس ديالنا قسمة على 2. مزيان، إذا غنجيو لهنايا غادي نحسبو 100 هي تبقى لنا 60، 100 ناقص 60 ناقص اونتر بارونتيز 10، 160 ناقص 150 كتعطينا 10 قسمة على 2. إذا نسبق القسمة هي الأولى نحتفظ 60 ديالي ناقص 10 قسمة على 2 كتعطيني شحال؟ 5. إذا 60 قسمة على 5 كتعطيني 12. إذا هذا هو الحل ديالي. مزيان، نمشي ليكزيرسيس الموالي. اذا رديت البال بانهم ادلت وخرج لي هنايا 12، ولكن انا ما رديتش البال، ولكن عاد رديت البال حيت هنا درت القسمه، درت انا هاد القسمه مباشره، حيت هنايا شنو هي العمليه؟ ناقص عندي 10 قسمه على 2 كتعطيني 5، ولكن عندي ناقص ماشي قسمه. دابا هنا ملي خرج لي 12 هما بانهم ادلت يعني اجي ما يمكنش تكون عنده 12، خاص تكون عنده كبيره بزاف. اذا عندها هي 55 صافي، خاص تكون قريبه للمسيو الاخر. اذا الجواب ديالنا هو 55، وردوا البال بحال هاد الحوايج هادو لاننا حنا كنهضروا وكنكتبوا حاجه اخرى.
اذا نمشي ليكزيرسيس سويف. اذا اكزيرسيس 6 قال لك ام ار يعني مقص ان ريكتانجل دو ديمونسيون اون سنتيمتر ا اي بي. اذا الديمونسيون ديالو هو ا اي بي يعني الطول والعرض. قال لك كيل ليكسبريسيون كي اكسبريم لو بيريمتر دو مقص. شنو هو الاكسبريسيون فهادو يعني اللي كيمثل ليا البيريمتر ديال مقص يعني بيريمتر. ساشون كو ا بلس بي كتساوي 12.5 كالكولي لو بيريمتر ديال هاد الريكتانجل مقص. اذا خاصني نشوف بعدا باش تفهموني مزيان حنايا كنهضروا على هاد المقص فين هو البيريمتر. هو هاد الخط الازرق, هاد الخط الازرق اللي كيربط بين هاد النقط, هذا هو لو بيريمتر. الا بغينا نحسبوا لو بيريمتر شنو كنعرفوا عليه؟ اذا باش نعرفوا ليكسبريسيون خاصنا نقولوا بان البيريمتر شنو كيساوي يعني مجموع ديال الاضلاع. يعني شنو هما الاضلاع عندنا؟ عندنا ام زائد ام سي ام اس زائد اس ار زائد ار ا. اذا هذا هو البيريمتر يعني كنجمع جميع الاضلاع يعني مجموع ديال الاضلاع كاملين كل واحد. دابا غادي نعاودو بما انه ريكتانجل يعني هاد الضلع هذا كيساوي هاد الضلع وهاد الضلع كيساوي هاد الضلع. مزيان لان كل فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين متقيسان هادشي معروف عليه. اذا هنا كيساوي ا ام شحال كتساوي؟ ا ام بي زائد ام سي شحال؟ ا زائد اس ام قلنا بان هاد الضلعين متساويين يعني بي زائد ا. اذا عندي هنا شحال؟ عندي جوج ديال ا زائد ياش جوج ديال بي. اذا ليكسبريسيون اللي كيمثل ليا البيريمتر هو جوج ديال ا زائد جوج ديال بي. مزيان دابا غادي ساشون كو بان عطاونا ا بلس بي كتساوي 12.5 قالوا لي نحسبوا هاد البيريمتر. اذا لو بيريمتر ديالنا شنو كيساوي؟ كيساوي جوج ا زائد جوج بي. اذا شنو خاصنا نديرو حنا؟ لاحظوا عندنا جوج هو الكوما اذا كنحتفظوا به ايغال كنديروا ميتيبليكاسيون ديالنا وكنحلوا البارونتيز وكنديروا الاعداد المتبقيه. اذا شنو متبقي هنا الى حيدنا جوج؟ غتبقى اشاره ديالي زائد وهنا شنو غتبقى؟ بي. مزيان اذا غادي نمشي نشوف الشكل ديالي كما حنا قلنا بان الاكسبريسيون ديال هو هذا. هنا عندنا ا زائد بي كتساوي 12.5. دابا غادي نعوضو ا زائد بي ب 12.5 في القيمه ديالها. اذا غادي نجي لهنا غادي ندير تساوي هي جوج مضروبه في 12.5 ياش سنتيمتر. اذا البيريمتر ديال المثلث مقص ديال مقص شنو كيساوي؟ كيساوي لينا 25 سنتيمتر حيت البيريمتر بالسنتيمتر. اللي كيقولوا لي السنتيمتر مربع. اذا حتى لهنا سالينا جوج شمالين ديال الصفحه. موعدنا في صفحه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش انكم تشوفوا الكور لانه مهم بزاف. اذا خليتكم على خير. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.